كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل ابدا. كانوا يقولون الشيخ ربيع والشيخ ربيع سمعه وبصره عرفات، ما كلام فارغ ساقط. ايش عيب عليك؟ خلي كلامك رجولي، اذا ما تبغى تتكلم الكلام الشرعي خلي كلامك كلام رجال. عيب. ايش سمعه وبصره عرفات؟ عالم يفتي الناس في الحلال والحرام، يقوده واحد في سن احفاده؟ بعقلك انت، بعقلك تقول الكلام هذا؟ طيب تستبيح الكلام في اعراض امثال هؤلاء العلماء، ولما يقال انك انت سيقة لفلان وعلان واوسام الكوري، ابو اسامه الكوري المهرب الجواهر الصعفوق الكذاب الدجال الذي ما جاء الا تفريق الصف السلفي ولا أخاله إلا أنه رجل مدسوس من جهة استخباراتية ولا غيرها، يأتي الآن يسوقك هذا الولد الجاهل وأنت ما شاء الله لما نقول أنه حولك شرذمة تغضب تطعنون فينا، طيب وأنت ما شاء الله تقول الشيخ عبيد يسار والشيخ مدري من والشيخ عبد الله، إذا خرجنا منه عرفات يموت. أنا يعني أموت؟ يعني أنا أتنفس عرفات ولا آكل عرفات ولا أشرب عرفات ولا إيش؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ عيب عليك يا شيخ محمد. نحن 30 سنة سوية هكذا في كله في الخفاء تتكلم على أعراض الناس والعلماء. تعال قل لي أنت لو خرجنا عرفات تموت لكن يرضعك علمك. هات أثبت لي أنه سمعي ولا بصري ولا نفسي ولا إيش؟ إيش الكلام الفارغ؟ ما ميزانه في ميزان الشرع هذا؟ إيش؟ الآن الصف السلفي أنتم ترونه مجتمع بعد الفتنة هذه، مجتمع ممزق شر ممزق. الدعوة السلفية كانت تمشي ما شاء الله تكتسح الآفاق في تؤدى وروية مستقرة والحمد لله، صحيح؟ جاء الشيخ محمد وجد الهوى يمشي هكذا، الهوى هوى هوى، فمسك الهوى، ليش تمشي هكذا؟ لازم تمشي هكذا، ويريد تحكم حتى في